السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الأسبوع 21 من كيس كمان برزنتيشن يصير حشوفوه هواية، خاصة راح يداومون سي سي يو بالمستشفيات اللي بيها كارديولوجي أو بيها سي سي يو. هذا مونيتر مربوط، اليوم مو اي سي جي، مونيتر عندنا. مريض وقتها كان عمره 50 سنة، دخل كإمرجنسي بي سي آي، يعني ترفر من غير مستشفى، وإجا يمنا يعني كأكيوت اس تي الفيشن ماكارديو انفاركشن، فدخلوا قبل قصر بمستشفى ابن النفيس، فحطوا له ستنت بالال اي دي، فطلع البيشنت نوعا ما ستيبل ما بيشيل، فحطيناه على مونيتر بالسي سي يو. فانا قاعد روتيتر يعني بالمستشفى، فقاعد كان شفت بالمونيتر بالشاشه قدامي هذا الرذم اللي قبالكم زين، فخلينا نعرف شنو هذا الرذم وشنو فائدته وشنو لازم اني اهتم به. فمثل ما تشوفون الرذم هنا، طبعا ما راح نقرا اي سي جي، راح نقرا بس الرذم. مثل ما تشوفون الرذم دا يصير عندي يعني نوع ما وايد كومبلكس رذم، يعني احنا نعرفها قلنا يصير عندي بالفي دي مثلا بلوك، اذا عندي ليف باند برانش بلوك، او يعني فيصير عندي وايد كومبلكس رذم. طبعا لو تشوفون تلاحظون هذا الباتر مالته هو باتر مال ليف باند برانش بلوك، ما البات يعني ليف باند برانش بلوك باترن، هذا يعني عندي هذا الار اس واب ستوبينج اس تي اس تي سيجمنت. فالبيشنت هسه نجي على البيشنت ناخذ منه هيستوري، كان قدام بيشنت متمدد يعني كونشس الارت كل شيء ما بي يعني، وهذا الريزم صفى. البيشنت ليش من اي شيء يعني، هو كان قاعد على السرير يسولف كل شيء ما عنده يعني، بس من جد هذا الريزم طلع بالشاشه بالمونيتور. فانا سالت عندك تشيست بين خفقان شيء كل شيء ما عنده زين، باتر ساينس كان مالته نورمال، باتر برجع نورمال، وكان بالس ريت مالته قدامكم تشوفوا قاعد قدامي 82، فكل شيء نورمال ما عنده اي شيء، بس الرذم هذا طلع عندي. فهسه هذا الرذم شنو هذا؟ فهسه يجي واحد يقول هاي كانه وايد كومبلكس، فكانه فنتيكول تكيكارديا مو في تي، فنقول لا. عاده يعني الفي تي الريت مالته اكثر من 110 او قسم يقول من 120، جوا الارقام احنا ما نفكر في تي كلش هوايه، ما نفكر في تي بهيج ارقام، اوكي؟ فالنقطة المهمة المهمة، فالفي تي فوق ال 110 او فوق ال 120 فنتيكول تكيكارديا جواها يسموها اكسلريتد ايديو فنتيكول ريذم، اكسلريتد ايديو فنتيكول ريذم، هاي يعني في تي بس بطيئة، هو شافوها في تي بس بطيئة يعني اقل من 120 او 110 بيت بير مينت، فهنا يسموها عندي اكسلريتد ايديو فنتيكول ريذم. وجوا ال 50 تقريبا يسموها ايديو فنتيكول ريذم. الايديو فنتيكول ريذم عبارة عن كيو ار اس وايد، اوكي وايد كيو ار اس يصير عندي، بس قلنا همشي الرايت مالتي هو اللي يحكم. زين خل نعرف يعني منو قال هاي اكسلريتد فنتيكول ريذم، شلون نعرفها يعني؟ مثل ما قلنا انه احنا عندي في تي بس بطيئه، يعني شنو قصدي في تي بس بطيئه؟ اول شيء بي ويف ما عندي، بشوف ماكو بي ويف، مو؟ ما عندي بي ويف. وشغله ثانيه وايد كومبلكس كيو ار اس، فما عندي بي ويف. لو كانت هنا عندي بي ويف كان سميناها شنو؟ سميناها ساينس ريذم وذ بلوك، اوكي؟ بس لما عندي بي ويف هاي يسموها يعني ايديو فنتيكول ريذم، اكسلريت ايديو فنتيكول ريذم. طبعا هاي اسبابها هوايه، احنا يعني اذا كان المريض عنده ريسك اوف هايبر كيم، ممكن هايبر كيم يسوي لها المشكله، يعني ممكن هايبر كيم يسوي هذا الريذم، يعني يسموها فيري وايد كومبلكس كيو ار اس، هاي تصير له هايبر كيم نوبات. بس انا احكي على البيشنت مالتنا هذا اللي قاعد سوى قسطره حطوا له ستنت واجانا كل شيء ما بي، بس الريذم ما طلع هيك. هاي ساين بهذا السيناريو اللي حكيت لكم اياه قبل شويه، مسوي بي سي اي حطوا له ستنت وراح تشست بين والامور الطبيعيه لمن المريض، هاي يسموها ريبرفيوجن ريذم، معناته الارتري انفتح واجى دم للهارت والهارت قام شغل بيس ميكر، يختلف عن بيس ميكر مالته الاصلي. هاي ساين نوعا ما سبيسيفيك للبرفيوجن، فهي بالعكس هاي جود بروجنوز او جود ساين احنا نحبها لما نشوفها، ابدا ما نخاف منها، يعني لما صار ريبرفيوجن للهارت مصل راح يصير عندي هذا الترانزينت بيناين ريذم يسموه اكسيد ايديو فنتيكول ريذم، يعني مال ريبرفيوجن. فهاي سبيسيفيك ساين واصلا جود ساين احنا نشوفها ورا المريض ما يصير عنده ريبرفيوجن، سواء بالاكتيليز او سواء بالبرايمري بي سي اي يعني بيركتينس انترفينشن. فهذا الشيء احنا كلش نحبه، بس يعني نرجع نقول البيشنت ستيبل مع التشست بين والريذم مالته يعني الريت مالته جوا 120 110 يعني ستيبل بيشنت، يعني هذا كان ريت فوق ال 110 يعني هاي نتعب كيفي تي نعتبرها وهي كومبليكيشن مال ام اي، كومبليكيشن مال ام اي حتى ورا بي سي اي يصير عندهم في تي، بس هذا الريذم لا لازم نفرقه عن بقيه الريذمز الدينجرس، ان هذا الريذم شيء حلو احنا نريده. ف
ففقط اوبزرفيشن. اللي يصير نوبات الروتيتر يعني او اي واحد طبيب ممكن يشوفها راح ينزعج على بالها بنتيجه الكارديو ويجيب الدي سي، بس لا احنا من الهستريمات من الاكزامينشن من هذا الريذم مالتي انا ما اخاف من هاي الريذم، من هاي انديكيشن اوف ريبرفيوجن، وهاي انا احبها بالكارديولوجي معناته صار عندي ريبرفيوجن ريذم. طبعا لو تلاحظون هذه ترجع عند ساينس ريذم، لو تلاحظون نركز بالريذم اكثر ساينس ريذم رجعت بي كيو ار اس تي، هذا النورمال هاي قاعد تجي من اس اي نود، بس زين ديجن من ال يعني اي في نود او غيرها. اوكي طبعا تشوفون اس بي او نورمال هم يعني معناته مريض يعني ستيبل مالته. فيعني اتمنى تنتبهون على هالنقطه واهميه هالنقطه شنو هي، اذا تواجهوها يعني ما تخافون من الموضوع هذا. شكرا جزيلا.